أما بعد، فيا عباد الله، المسائل المهمة لعامة الأمة، إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فقل: فيه بيان بطلان عبادة ما سوى الله، فما سوى الله مما يعبد لن يستطيع أن يخلق شيئا، بل لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهم لا يخلقون شيئا، بل إنهم يخلقون، بل إنهم لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم، بل إنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم إذن؟ فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ القطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، ونواة التمر ذكر الله عز وجل ما يتعلق بها في كتابه من حيث القطمير، ومن حيث النقير، ومن حيث الفتيل، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. فالقطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، والفتيل هو الخط الممتد في بطن النواة. فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل ما يملكون القشرة البيضاء المحيطة بنواة التمر، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ فإذا قيل إن الواقع يشهد بأنهم يملكون ما هو أعظم من القطمير، فقل: هذا الملك الذي بين أيديهم ملك قاصر، لأن الله جل وعلا هو الذي أعطاهم إياه، ولو شاء لسلبه جل وعلا منهم، بل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وعلى افتراض أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم يوم القيامة، وهذا عليه أدلة كثيرة، ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل؟ إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شج في غزوة أحد وكسرت رباعيته وهي سنه، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ودعا صلى الله عليه وآله وسلم باللعنة على ثلاثة، وهم سهيل والحارث بن
هشام وصفوان ابن أمية دعا عليهم باللعنة، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا، بل إنه لا يعلم الغيب، ادعى على هؤلاء الثلاثة باللعنة فأسلموا، ولو علم أنهم سيسلمون ما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا، فكيف يستغاث به؟ كيف يدعى من دون الله كما يفعل عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذا فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ملك مقرب. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن يعبد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا قيل: ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ فقل: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية عمم وخصص، فدعا قريشاً فقال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً. دعا صفية عمته والعباس عمه وفاطمة ابنته: لا أغني عنكم من الله شيئاً، اشتروا أنفسكم. فإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئاً لأحب الناس إليه، فكيف يدعى من دون الله كما تفعله الصوفية وغيرهم من الرافضة وغيرهم من هؤلاء المبتدعة؟ فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يستغاث به صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما ظنكم بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه؟ إذا قيل: ما هي الفوائد المتعلقة بقول الله عز وجل مما يخص التوحيد من قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. في حديث أبي هريرة: إن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. بل في حديث النواس: تأخذ السماوات إذا تكلم الله بالأمر بالوحي، تأخذ السماوات رعدة أو رجفة شديدة فيخر ويصعق أهل السماء. فإذا كانت الملائكة بهذه الحال تخشى الله، فكيف تعبد الملائكة من دون الله عز وجل؟ ولذا فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب كجبريل ومن سواه من الملائكة. فما ظنكم بمن هو دون الملائكة؟ فدل هذا على أن التوحيد يجب أن يكون خالصاً لله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئاً، والملائكة تخر وتصعق وتخشى إذا تكلم الله بالوحي، والسماوات العظيمة تلك الجماد تأخذها رعدة أو رجفة شديدة، فكيف يشرك مع الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً؟ إذا قيل لك: ما هي الفوائد المتعلقة
بالتوحيد من قوله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقل إن أعظم ما يوعظ القلوب وإن أعظم ما يذكر بالآخرة هو القرآن، وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولذلك لما كانت القيامة تقوم في يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقرأ سورة قاف على المنبر كما عند مسلم تذكيرا للناس بذلك اليوم، بل إن في آخر هذه السورة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بل في صحيح مسلم كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم بالسجدة وبالإنسان في فجر يوم الجمعة لأنهما تذكران بيوم القيامة. بل من جعل اليوم الآخر نصب عينيه فإنه ينتفع بالقرآن لدلالة هذه الآية. إذا قيل لك: ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا؟ الشفاعة قل هي أنواع، منها ما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه أحد، وهي ثلاث: الشفاعة العظمى حينما يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للعباد لفصل القضاء بينهم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية خاصة بعمه أبي طالب، إذ يشفع له أن يخفف عنه العذاب، هو في الدرك الأسفل من النار، فيوضع في ضحضاح من نار أو في نعلين في قدميه، يغلي منهما دماغه ولا يخرج من النار، أبو طالب لا يخرج من النار، إنما يخفف عنه العذاب. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب. الثالثة أن أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خاصة به. أما ما سواها فإن هناك من يشاركه فيما يتعلق بهذه الشفاعات، كقوم استوجبوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، أو كقوم دخلوا النار من عصاة المسلمين أن يخرجوا منها، أو زيادة درجات ورفعة أهل الجنة. ومع هذا كله فتلك الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بخلاف ملوك الدنيا. لما؟ لأن مبنى الشفاعة وهي الوساطة مبناها على جلب منفعة أو دفع مضرة، فلربما وزير أو ربما قريب لأحد ملوك الدنيا يدخل ويطلب من الملك من ملوك الدنيا ما يشاء دون أن يستأذن. لما؟ لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى أعوان، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. أما الله فهو الغني الغنى المطلق العظيم الكامل، فلا يمكن لأحد يوم القيامة أن يطلب الشفاعة إلا بعد أن يستأذن. ولذا أشرف الخلق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عند العرش فيسجد فيثني على الله
بمحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وسل تعطى، واشفع تشفع. فإذا كانت هذه الشفاعة كلها وهي الوساطة لا يمكن أن تحصل إلا بإذنه عز وجل، لأنه هو الذي يملكها، فما ظنكم بمن يجعل شفعاء ووسطاء للخلق إما موتى أو ما شابه هؤلاء، يأتي إليهم ويجعلهم وسطاء فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أو إلى ولي من الأولياء كما يزعمون، ويجعلونهم شفعاء ووسطاء عند الله. وهذا هو شرك أهل الجاهلية لما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا قيل: ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ فقل: إذا كانت الملائكة مع قربها من الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، إذا كانوا لا يملكون الشفاعة وإنما يشفعون بعد توفر شرطي الشفاعة: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، فما ظنكم بمن هو دون الملائكة؟ ولذا ذكر هنا كم الخبرية: وكثير من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا قيل لك: ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ فقل: في هذا بطلان عبادة ما سوى الله، فمن يدعى من دون الله مما زعموا لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكونها على وجه الانفراد استقلالاً، بل إنهم لا يشاركون الله جل وعلا في شيء من ذلك، بل إنهم لم يعينوا الله عز وجل على خلق أي شيء مما كان في السماوات وفي الأرض، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل؟ فهو الغني جل وعلا الغنى المطلق. إذا قيل لك: من هم أسعد الناس بشفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقل: هم أهل التوحيد. ما أعظم التوحيد وما ألذ الكلام فيه! أسعد الناس بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل التوحيد. أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وفي رواية عند البخاري: من قبل نفسه. فدل هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الشفاعة المثبتة في كلام الله عز وجل هي الشفاعة التي توفرت فيها شروط الشفاعة، وهما شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له
بأن يكون من أهل التوحيد. الدليل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أما الشفاعة المنفية في القرآن فهي الشفاعة الشركية. فإذا قيل لك: أليس الله جل وعلا بقادر على أن يخرج من شاء من النار ابتداء من غير شفاعة الشافعين؟ أليس هو جل وعلا بقادر جل وعلا على أن يفتح أبواب الجنة وأن يرفع درجات من في الجنة من غير شفاعة من يشفع؟ فقل: بلى، هو جل وعلا قادر، ولكن لهذه الشفاعة فائدتان: إكرام الشافع يوم القيامة أمام الله وأمام الملأ بأن له مكانة ومنزلة حيث شفع. الفائدة الثانية هو إيصال النفع إلى هذا المشفوع الذي يحتاج إلى هذه الشفاعة، فله جل وعلا ملك كل شيء. ولذلك لما قال: قل لله الشفاعة جميعا، ما الذي بعدها؟ له ملك السماوات والأرض، هو الملك، الملك التام الكامل، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، فكيف يشرك مع الله جل وعلا؟ ولذلك قالها المجدد محمد بن عبد الوهاب إذ قال: ومن المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب.